أي ست عندها أولاد وجوزها ودارها إنها يعني تكافح وتناضل مشان يعني تعيش وتعيشهم في كرامة وما تحتاج لأي إنسان. هذا البرواز يعني فيه كمية عسل ممتازة، وهو مكتوف قبل يعني في 22/11 أنا قاطفة. في عسل السدر، في أريحة أو العوجة، بتطلع مش أكثر من كيلو الخلية، بكتف كميات قليلة. في بلدنا في خربة أبو فلاح بتغذى النحل على نبتة الزحيفة، والعسل بنسميه عسل الزحيفة. في فترتها لما بنكتف بطلع الخلية من 4.5 لـ5 كيلو. البلد اللي بنحط فيها هاي كفر عين وكراوة بتغذى من الزعتر الفارسي والمرمية، برضو بيطلع مش أقل من 5-6 كيلو في السنة. أفضل أنواع العسل عسل السدر وبعدين عسل الزحيفة. أنا بدي أولع الدخون لأنه بصيرش أشتغل في النحل بدون ما أدخن عليه. الدخنة بتخليه يهدى وبشتغل فيه براحتي، وبعدها بفتحه وبفحص إن شاء الله، بشوف شو فيه، إذا في مشاكل، إذا فيه هو أنا حالياً جاي أحط له علاج. هاي البرواز والخلية بيكون فيها 10 براويز مثل البرواز هذا طبعاً، والبرواز بيكون فيه حضنة وحبوب لقاح وعسل. يعني من العسل والنحل بيقدر يعمل كل شيء الواحد. أنا بعمل نوعين كريم، كريم للحروق، كريم مرطب للبشرة عادية، بس أنا بدي أعمل إشي أكثر من هيك على أساس أني أقدر أعمل كريمات أزود من هيك، علاجات، خلطات، أفرق مادياً، يعني أني قدرت مثلاً أوفر لأولادي ولداري ولجوزي أشياء إحنا كنا في الأول مش قادرين نوفرها، لأن يعني وضع جوزي الصحي مش كما يجب، مريض ما بيشتغل، شغل خفيف جداً. ثاني إشي يعني شغل الست إذا بتشتغل في مشروع خاص إلها بيعزز ثقتها في نفسها، ويعني بتقدر تتحرك بحرية، بتروح بتيجي عليه. فيعني أنا بالنسبة لي شايفة أفرق من كل الجوانب. مرتي هي الخبرة، هي اللي يعني بتقوم في مشروع زي هذا، مش مثل أي مرة ثانية، هي أقوى من أي مرة ثانية، وأنا بثق فيها ثقة كبيرة. ولولا أنه هو دعمني في هذا المشروع أنا ما قدرت أنجح فيه ولا أوصل للي أنا وصل لها الكيت. زوجة أكيد هي الدعم، هي اللي مخليتنا نقف على أجرينا في حالة زي هي.